معارك عنيفة تخوضها الشرطة الاتحادية وقوات الرد السريع وجهات مكافحة الإرهاب في أحياء الجوسق والطيران ووادي حجر والدندان جنوب غربي الموصل، وتضيق الخناق على تنظيم داعش. القوات العراقية المشتركة المدعومة بغطاء جوي تواصل توغلها في هذه الأحياء رغم حدة الاشتباكات ورصاص قناصة داعش، وتستمر في تطهير حي المأمون وهو أول الأحياء التي اقتحمتها القوات العراقية داخل المدينة بعد السيطرة على المطار ومعسكر الغزلاني، وهما من أهم معاقل داعش في المدينة. قائد عمليات قادمون يا نينوى الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارلا قال إن القوات العراقية تحقق أهدافها في المدينة، وتمكنت من تدمير عدد هائل من العبوات الناسفة، وكبدت داعش خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. أما المقدم عبد الأمير المحمداوي الضابط في قوات الرد السريع فقد أشار إلى أن القوات تتجه إلى مبنى المحافظة في مركز المدينة، مضيفا أن داعش يستخدم السكان دروعا بشرية. وحسب قيادة الشرطة الاتحادية لم يعد يفصل القوات العراقية سوى كيلومتر واحد عن حي الدواسة الذي يضم مباني حكومية مهمة ويعتبر مركز ثقل داعش في المدينة. وتعتبر أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل الذي يعرف محلياً بالساحل الأيمن مناطق استراتيجية، حيث ظهر زعيم داعش أبو بكر البغدادي علناً للمرة الأولى لإعلان خلافة التنظيم المزعومة في العراق وسوريا. زحف القوات العراقية نحو وسط الموصل تزامن مع تقدم للحشد الشعبي في تل أحفر غرب المدينة، حيث تمكنت تلك القوات من استعادة تل زلط بعد تحرير قرى العبر الكبيرة والشمالية والجنوبية. على الصعيد الإنساني، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين إجلاء أكثر من 1500 نازح من الساحل الأيمن للموصل إلى مخيمات الجدعة ومدرج المطار في ناحية الجيارة جنوب المدينة.